تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذا عتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج تفتح الهيئة أبوابها لاستقبال ملاحظاتكم، استفساراتكم، وأيضا اقتراحاتكم التي سوف تساهم بشكل أو بآخر في تطوير هذا القطاع الصحي المهم جدا، وأيضا في تحقيق الهدف الذي تسعى إليه هيئة الصحة دائما من خلال مختلف خدماتها ومختلف أنشطتها، والتي تهدف حقيقة إلى إيجاد مجتمع أكثر صحة وأكثر سعادة. فأهلا ومرحبا بكم، هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج معنا الأستاذ عيسى سبيل، وفي التنسيق الأخ فيصل بن فارس. مستمعينا، مثل ما عودناكم دائما نبدأ حلقتنا ب مجموعة من أهم الأخبار التي طالعتنا بها الصحف ووكالات الأنباء. نبدأ بخبر عن لقاح جديد ضد مرض السكري. أعلن سلفادور تشاكون راميريز رئيس مؤسسة الانتصار على مرض السكري، ولوسيا زاراتي أورتيغا رئيسة الاتحاد المكسيكي لعلاج أمراض المناعة، ظهور لقاح سيغير النظرة إلى مرض السكري. وذكر أن اللقاح يمكن أن يعالج ليس فقط المراحل المعقدة جدا من المرض، بل ويدفع كافة عواقبه بالاتجاه المعاكس. وأوضح شاكون راميريز أن كل مريض يحتاج إلى اهتمام خاص، فلقد مرت سنوات عديدة من مرحلة الكشف عن هذا المرض حتى تصميم لقاح لعلاجه. وقال الدكتور خورخي غونزاليس، واحد من صانعي اللقاح، لأول مرة تمكننا من توحيد معايير المحلول الملحي لأي نوع من مرض السكري، سواء كان من الفئة 1 أو 2 أو السكري الحملي أو الولادي. إن شاء الله يا رب. أنا عندي فيصل في الاستوديو يا جماعة الخير، وقاعد يصاصرني، ما أدري شو يبغي، ما أسمعك ترى فيصل. تبغي أرقام الضيوف؟ حاضر، تفضل طال عمرك. دراسة جديدة تكشف صلة محتملة بين تلوث الهواء والزهايمر. وجد مشروع بحثي بريطاني مكسيكي مشترك صلة محتملة بين تلوث الهواء والإصابة بمرض الزهايمر بعد إجراء دراسات مفصلة لنسيج المخ. ودرست باربرا ماهر، هاي اسمها بعد نصها ما أدري لاتيني ونصها عربي، التي شاركت في وضع الدراسة وهي أستاذة في جامعة لانكستر، وزملائها في فريق البحث نسيج المخ لعينة من 37 شخص يعيشون في مكسيكو سيتي ومانشستر، وهما بؤرتان لتلوث الهواء. وبالاستعانة بالتحليل المجهري والتحليل الطيفي، وجد الفريق جزيئات ممغنطة صغيرة من جراء تلوث الهواء مستقرة في مخ أفراد العينة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف ذلك. طيب، عندنا والله وقت نقرأ بعد مجموعة أخبار. أهم أعراض الاكتئاب. نشرت في الفترة الأخيرة مجموعة من الدراسات التي أجريت في السنوات السابقة، استطاع العلماء من خلالها تحديد الأعراض الفسيولوجية للاكتئاب. واتضح من خلال دراسات حديثة أن الاكتئاب
لا يتجلى فقط في الاضطراب العقلي، بل هنالك أعراض فسيولوجية لهذا المرض، وتزداد هذه الأعراض وضوحا أثناء الركود في فترة تفاقم الاكتئاب، وتحديدا عند الشعور بالضيق المستمر والتعب، حيث أن الصداع المتكرر قد يكون نتيجة للاكتئاب، وبالإضافة إلى ذلك غالبا ما يشتكي المرضى من مشاكل في الجهاز الهضمي وآلام في المفاصل. ولكن الأهم من كل ذلك أن الاكتئاب يسبب مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية، ويعتقد خبراء أن الاكتئاب مرض واسع النطاق، وهو ليس سبب في الاضطرابات النفسية وحسب، بل ويؤثر أيضا في العمليات الفسيولوجية السلبية في الجسم. لذلك ينصحك علماء الفسيولوجيا إذا كنت تشعر بتوعك لفترة طويلة بأن تسرع في زيارة طبيبك النفسي. طيب، أنا عندي وقت شوية أعلق على هذا الخبر، لأن يا جماعة الخير أعتقد أن أحيانا الشعور بالحزن والشعور بالفرح والشعور بالسعادة هو اختيار ذاتي من قبل الشخص. دائما في الحياة هنالك مجموعة خيارات، أنت تختار تبغي تكون سعيد، تبغي تكون حزين، تبغي تكون تعيس، أنت تختار. قولت واحد من الشباب، أنت تختار تبغي تشجع برشلونة ولا ريال مدريد، تبغي تكون سعيد شجع برشلونة، تبغي تكون تعيس شجع ريال مدريد. سولف وياكم. لا، الفكرة وين؟ الفكرة يا جماعة الخير أن قرار السعادة ينبع من الذات نفسه، فدائما هنالك خيارات في الحياة، ما في شيء أنت مغصوب عليه، لا، فهنالك خيارات ممكن أنت تستغلها في أنك أنت تكون سعيد ولا تعيس، أنت تختار بذاتك. وهذا الموضوع يا جماعة الخير مثل التمرين، يوم تدخل التمرين أنت ما تقدر تشيل وزن كذا 60 كيلو مرة واحدة، لا، تتدرج 10 20 30 لما توصل على 60. هذه المسألة بعد محتاجة تمرين، مرن ذاتك بأنك أنت تكون إنسان قادر على التفكير بإيجابية، مرن ذاتك دائما على أنك أنت قادر أنك أنت تختار الخيارات السعيدة اللي تخليك إنسان إيجابي ومؤثر في هذه الحياة، وأنك تبعد عن موضوع الاكتئاب، لأن الاكتئاب هذا يعني مرض يدمر الإنسان. طيب، عندنا تقريبا دقيقتين، خلونا نقرأ لكم هذا الخبر أو هذه الدراسة. التمر قيمة غذائية كبيرة للمرأة الحامل والمرضع. يعرف التمر بقيمته الغذائية العالية، إذ يعد غذاء طبيعيا مركزا، حتى شبه التمر بالمنجم لكثرة ما يحتويه من العناصر المعدنية، كما يحتوي على مختلف الفيتامينات والسكريات. وأثبت كشف علمي حديث أن في التمر مادتين تحتاجهما المرأة الحامل أثناء الوضع والمرأة المرضع، إذ أن التمر يحتوي على مادة ملينة ومنظفة للأمعاء ولا سيما الغليظة منها، وهذه المادة تعين على انزلاق بعض الطعام في الأمعاء، وفي حالة المرأة الحامل فإن هذا يساعدها على أن تكون أمعاؤها خالية من كل شيء لئلا يعيق امتلاء الأمعاء خروج الجنين من الرحم. كما يوجد في التمر مادة تشبه هرمون الأوكسيتوسين من حيث تأثيرها، ويتم إنتاج هذا الهرمون من قبل المنطقة تحت السريرية، ويخزن في الغدة النخامية الخلفية، وفي نفس الوقت تقوم الاستروجينات التي تفرزها المشيمة بزيادة قدرة ما تحت المهاد على صنع هرمون الأوكسيتوسين، وكما تعمل على مضاعفة حجم الغدة النخامية وزيادة قدرتها على تخزينه، بل إنها تزيد من مستقبلاته. وما أن يبدأ المخاض حتى يفرز هذا الهرمون من مخازنه ويتحد مع مستقبلاته، فتبدأ التقلصات العضلية بشكل تدريجي فيوسع الرحم وتحدث الولادة اليسيرة. يتابع هرمون الأوكسيتوسين تأثيره بعد الولادة، بحيث يعين على انقباض الألياف العضلية للرحم بعد نزفه، حيث
حين ينزل الجنين من رحم الأم أثناء الولادة تتبعه المشيمة الموصولة بأوعية الأم الدموية، ولكل هذه الأسباب يعطى هذا الهرمون للنساء الحوامل قبل الولادة بقليل لتسهيل خروج الجنين وتقليل الآلام. إذن التمر هو أحد القيم الغذائية العالية الكبيرة جدا للمرأة الحامل والمرضع، وبأمانة يعني فوائد التمر كثيرة مو بس للمرأة الحامل والمرضع، للكل. فهذه كانت عن التمر. أنا عندي سؤال الحين عيسى وفيصل، أنتوا تدشون عليه كل شوية للستوديو، يعني فيصل إذا الله خير ياب لي الماي هني بس وداخل يحرك لي غرشة الماي. عموما أنا ترى ما أدري شو قاعد يستوي عندي هناك، مركز شوية في الأخبار، فبعد الفاصل عندنا مجموعة مداخلات هاتفية منتكلم على مجموعة مواضيع، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، فاصل ومرجع لكم. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعين، يعني في الهيئة استطاعت قبل فترة أن تحصل يعني 10 مراكز من مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي تابعة للهيئة، حصلت على اعتراف دولي بتكامل خدماتها الراقية وحداثة تجهيزاتها عالية التقنية وكفاءة كوادرها البشرية، ولا سيما إذا كان الاعتراف والاعتماد يعني من مؤسسة عالمية بحجم الجي سي آي المعروفة بالتزامها الشديد والمعايير الدقيقة الصارمة حقيقة في منح شهادات الاعتماد الدولي. طبعا ما أعدته هيئة الصحة بدبي وأنجزته على هذا الطريق التنافسية العالمية يعد نموذج حي لروح الإصرار والعزيمة السائدة في أوساط إدارات المراكز وجميع العاملين فيها ممن يبذلون الجهد من أجل إسعاد جمهور المتعاملين. حول هذا الموضوع وبمناسبة امتلاك هيئة الصحة بدبي لأكبر شبكة صحية معتمدة عالميا، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف اليوم الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا، مرحبتين. أول شيء كل عام وانت بخير لو هي متأخرة. ثاني شيء نبغي بس نتكلم حقيقة عن هذه الشبكة الصحية، أكبر شبكة صحية معتمدة عالميا، ياليت تعطينا بس فكرة عنها وتعطينا الجمهور عن فكرة عن هذا الإنجاز اللي قدرتوا تحققونه. كل عام وانتم بخير وحياكم الله البرنامج والمستمعين. طبعا مثل ما تفضلت الاعتماد الدولي هاي احنا حصلنا عليه من مؤسسة دولية اللي هو الجي سي اي اي، وهي من المؤسسات اللي معروفة عالميا باعتماد المنشآت الصحية حول العالم. طبعا لهم للاعتماد في لهم معايير محددة عالميا لضمان الجودة في تقديم الخدمات وضمان صحة وسلامة المراجعين والمتعاملين وأيضا الموظفين في المنشأة الصحية. طبعا نحن ولله الحمد في هيئة الصحة بفضل من الله ودعم الحكومة ودعم القيادة الرشيدة تمكننا أن نحن نحصل على أكبر شبكة اعتماد دولي عالمية. معنى الشبكة هو أن نحن عندنا شبكة من المراكز الصحية اللي اعتمدت كلها بسبب تماشيها مع المعايير العالمية وبنفس الوقت توحيد الإجراءات فيها. أنا بذكر لك بس ليش هو مهم أن نحن نكون شبكة. الحين نحن عندنا المتعاملين قد يروح متعامل لمركز معين وبعدين عنده مراجعة في مركز آخر. نحرص دائما في شبكة المعتمدة على أن تكون الإجراءات موحدة، فالمتعامل ما يحس بفرق بجودة الخدمة أو بإجراء تقديم الخدمة.
فنفس الإجراء يكون موحد على كافة المراكز اللي تقدم رعاية صحية أولية تابعة لهيئة الصحة في دبي. فما يتعذب المتعامل في الوصول للخدمة أو بالوصول للإجراء السليم. وبنفس الوقت بعد في توحيد الإجراءات بالنسبة لتقديم الخدمات، فيكون تكون السياسات موحدة والإجراءات كلها موحدة والتدريبات كلها موحدة بنفس الوقت. طيب هذا التوحيد يعني ضمن أكيد ستاندر عالمي يتم اعتماده في كل المراكز، لكن دكتورة الآن بتكلم عن كيف قدرتوا يعني تحصلون هذا الاعتماد حق 10 مراكز مرة واحدة. يعني أنا أتذكر الصور اللي كنت أشوفها حق الفترة هذه إنه كانوا يفتشون في كل شيء، حتى الوايرات يطالعونها، السقف يبطلونه، وأنت بكرامة المجاري يفتشون عليها. هو طبعا أخ محمود، أنت عشان تضمن صحة وسلامة المتعاملين والعاملين في المركز لازم تشيك على كل الأشياء اللي المتعامل أو الموظف يستخدمها في هذا المركز، سواء كانت أشياء تابعة للمبنى يعني أشياء هندسية أو إجراءات أو سهولة إيصال الخدمة أو خدمة متعاملين أو حتى الخدمات الطبية اللي تقدم. طبعا الصعوبة كانت مثل ما تفضلت كيف أن أنا أقدر أوحد نفس الجودة العالية في 10 مراكز متفرقة في إمارة دبي. أنت مثل ما تعرف أن مراكزنا متواجدة في أماكن مختلفة على حسب التوزيع الجغرافي للسكان. فالمركز اللي مثلا على سبيل المثال اللي في نادي الحمر أو في المزهر غير عن المركز اللي في الليسيلي. أنا أتكلمك من منطلق متى تم إنشاء المبنى. صحيح. فعندنا نحن مراكز شوي قديمة وفي عندنا مراكز حديثة بنت من سنة أو من سنتين. صحيح. فنحن كان التحدي عندنا أن كيف نقدر نوصل جودة الخدمات وسلامة المتعاملين وسلامة الموظفين لنفس المستوى العالي من الجودة في كافة المراكز الصحية. وهذا اللي نحن قدرنا يعني طبعا اشتغلنا عليه وقدرنا ان احنا نقدمه بتكاتف كل الجهات. عندنا الادارات مش فقط إدارة القطاع ولكن ايضا الادارات المركزية مثل ادارة الهندسة، الصيدلة، المختبرات، كل الادارات الحمد لله كان في تعاون وكل الادارات كان لها دور في تحقيق هذا النجاح. فكان تشكيل فرق العمل كان من الضروري أن يكون فيها عدد كافي من كل التخصصات وكل المجالات اللي تدخل في تحقيق هذا الاعتماد. والحمد لله يعني كان شغل مكثف على مدى تقريبا 9 شهور قدرنا من خلال أن نحن نحصل من أول تقديم على الاعتماد الدولي كشبكة. وبعدين عرفنا من الجي سي آي أن نحن أكبر شبكة عالميا معترفة. والسبب لأن الاعتماد للشبكات يكون شوي في تحدي أكبر من اعتماد كل مركز الوحدة على صحيح الوحدة صحيح. لأن مثل ما ذكرت لك أن توحيد الإجراءات والتأكد من أن الإجراء هو السليم والإجراء هو المعتمد عالميا وموفر في كافة المراكز بغض النظر على وين المركز أو بعده عن المدينة ولا شو عمر المبنى، هذا كان التحدي الأكبر من المبنى. وإذا فشل مركز واحد دكتورة يعني فشل المشروع كامل. بالضبط طبعا. أي فهذا أحسن مثال على توحد وتكاتف المراكز الصحية اللي عندنا وحرصهم على أنهم يقدمون الخدمات بكفاءة والخدمات تكون بجودة عالية كشبكة موحدة. دكتورة منال، الفترة الأخيرة تم يعني إغلاق بعض المراكز لأسباب معينة ما بتعرفين عليها، وأيضا يعني فتح مراكز جديدة، فخبرينا عن هذه الأشياء. طبعا نحن كان عندنا خطة إحلال اللي هي إغلاق وإعادة بناء مراكز. جميل. مثل أم سقيم، مركز أم سقيم الصحي ومركز القصيص الصحي وأبو هيل. والسبب يعود لأن المبنى عمره الافتراضي انتهى، فهو غير قابل للتجديد أو غير قابل لأن للاستخدام كمنشأة صحية. فكان من الضروري أن نحن نسكر المراكز
نهدمها ونعيد بناءها، وإن شاء الله على حسب الخطة اللي ماشيين عليها في الهيئة مركز أم سقيم خلاص بدأ العمل عليه، ورح نبدأ إن شاء الله الأسبوع الجاي العمل على أبو هيل والقصيص، ورح نعيد افتتاحهم في عام 2018 إن شاء الله، ورح يبدون يستقبلون المرضى من هذه المناطق. أما بالنسبة للمراكز الجديدة اللي تم افتتاحها كان في الأسبوع الماضي الشيخة هند الله يطول بعمرها افتتحت عندنا مركز زعبيل الصحي في منطقة زعبيل اللي بيخدم المنطقة طبعا، ويقدم نفس الخدمات بنفس الجودة، ولأن مركز زعبيل افتتحناه بعد الحصول على الاعتماد، نحن إن شاء الله من المقرر أن المؤسسة الجي سي آي اي تزور مركز زعبيل في شهر نوفمبر ويتم الاعتماد إن شاء الله ضمن الشبكة أيضا. أنت دائما تسبقيني دكتور، أنا كنت بسألك يعني متى هل حصلتوا على الاعتماد الدولي الخاص بزعبيل، لكن ذكرتي أنه في شهر نوفمبر بيون. طيب دكتورة هنالك شهر نوفمبر لسبب، لأن من توصيات الاعتماد أن يكون المركز شغال ويستقبل مرضى على الأقل 4 شهور ممتاز. قبل ما يتم الاعتماد عشان يشوفون الإجراءات إذا كانت تطبق والمسار للمريض داخل المركز، فنحن أخرنا لآخر شهر نوفمبر بس على أساس النهاية من توصياتهم، لكن المركز مفتوح وجاهز يستقبل المرضى اللي هم من منطقة زعبيل. ممتاز دكتورة. الآن تصل رسائل كانوا يتكلمون حتى على موضوع أن هنالك يعني في ضغط على مركز المزهر، أعتقد هذا بسبب الإحلال اللي صار لي أو إغلاق وإعادة بناء مركز القصيص، فأنتوا نقلتوا المرضى على مركز المزهر صح؟ طبعاً نحن اضطرينا، لأن مركز المزهر نحن عادة يتم استقبال المرضى على حسب المنطقة الجغرافية اللي هم ساكنين فيها، إذا كانوا ساكنين في إمارة دبي فالمنطقة القصيص أقرب مركز لها كان المزهر، فاضطرينا أن احنا ننقل. لكن التحدي اللي واجهناه هو أن مركز القصيص كان يستقبل مرضى عددهم كبير من المناطق الشمالية من الإمارات، يعني مش فقط من إمارة دبي. فهذول بعض هذول المرضى على حسب وين ساكنين يكون مثلا مركز ثاني أقرب لهم من المزهر، مثلا مركز القصيص مركز الخوانيج، لأنه يعتمد على الطريق اللي يسلكون عشان يصلون لإمارة دبي. صحيح. فنحن حاليا نقلنا الملفات لمركز المزهر، لأن مركز المزهر الطاقة الاستيعابية مالته شوي أكبر، صحيح بيكون فيه شوية تأخر بالحصول على الخدمة، ولكن هذا شيء مؤقت. ونحن نتمنى دائما من الجمهور أن يتعاونون معنا في هذا الموضوع لراحتهم، يعني وجود مركز القصيص الجديد راح يكون أكبر، يقدم خدمات أكثر، ساعات ممتدة أطول، وراح يعني الطاقة الاستيعابية مالته راح تكون أكبر، فهذا التحويل أو هذا التغيير مؤقت فقط لغاية ما يتم الانتهاء من بناء المركز الجديد. جميل. ولكن إذا جتنا أي طلبات بطلب تغيير ملفات ولا يعني لمراكز أخرى، لمراكز أخرى نحن يعني ما نعارض، ولكن دائما نتمنى أن المراجعين شوي يصبرون، لأن الأفضل أن يظلون في مركز واحد لأنهم متعودين على أطبائهم وملفاتهم كلها في مكان واحد. صحيح. وهذا هو الغرض أصلا من المراكز الصحية الأولية، أن تكون تتبع لمناطق جغرافية موزعة. طيب دكتور أنا بس بعد بأكد على كلامك هني، ما أدري بحط لك اقتراح بعد، مثل أحيانا يوم نسلك شارع في تحويل أو شيء يحطوا لنا نعتذر على إزعاجكم أو شيء، حطوا لهم لافتة يعني نعتذر على إيه زين يافطات موجودة، وانتوا بعد ما قصرتوا إدارتكم قمتوا بالإعلان عنه أكثر من مرة، والبرنامج هذا بعد للإعلان عن هذه التحديات اللي تواجهنا لما يكون في أي تغيير في أي مركز، ولكن مثل ما ذكرنا هذا التغيير مؤقت، ونحن يعني عندنا برنامج وصل صوتك ممكن للمراجعين أنهم يتواصلون معنا ونسمع اقتراحاتهم، يكون إذا فيك اقتراحات ثانية ممكن بعد أن نحن ندرسها، وإذا كانت مجدية نطبقها طبعا ما في أي مشكلة. صحيح. طيب دكتورة أنا أبغي أتكلم بعد عن خدمة وايد مهمة أنتوا تطرحونها، هي خدمة مراكز التطبيب عن بعد والزيارات الصحية في المنازل، فتخبرينا عن هذه الخدمة دكتورة عشان الناس يتعرفون عليها ويعرفون حجم الشغل اللي أنتوا ياسين تسوونه.
طبعا هم خدمتين مختلفتين. التطبيب عن بعد هو استخدام التكنولوجيا والتقنيات الذكية للتواصل مع المريض وتوفير العلاج اللازم. وهذه احنا نوفرها بدينا السنة اللي فاتت في كل مراكز الرعاية الصحية الأولية في عيادات السكر. طبعا مثل ما انت تعرف مرضى السكري لازم يتم فحصهم من قبل طبيب العيون. صحيح. فنحن عندنا عيادات عيون في المراكز، ولكن قد لا يعني تكون كافية أن تغطي العدد الكبير من المصابين بمرض السكر. فلجأنا إلى التطبيب عن بعد، وهي توفير تقنية لتصوير شبكية العين وإرسال الصور لطبيب العيون في مستشفى دبي، يفحص على المريض من خلال التقنية هذه، من خلال الصورة، من غير ما يضطر المريض أن يأخذ موعد ويتجه إلى مستشفى دبي، وقد يكون متأخر على العلاج أو يكون يعني مو قادر يتواصل مع الدكتور في الوقت المناسب. ويتم فحص المريض عن طريق التقنية هذه الجديدة، وتوفير له احتياجات عن طريق ملف الإلكتروني يعني، وهو موجود في نفس العيادة اللي يراجع فيها لمرض السكر. فيعني مريض السكر إذا كان يراجع في نقول عيادة ند الحمر، يحصل الخدمة كلها متوفرة في ند الحمر، ما في داعي أن يتحول لمستشفى ثاني إلا للضرورة القصوى، مثل لا سمح الله إجراء عملية ولا إجراء علاج مختص، ولكن للفحوصات كل احتياجاته متوفرة في نفس المركز، وما في داعي أن يروح ويرجع أكثر من مرة، لأن التصوير ما يأخذ وقت ولا يحتاج لأي شيء مختص مثل توسيع حدقة العين ولا ما شابه ذلك. فالمريض يكون مرتاح أن كل شيء متوفر له في نفس المكان. هذا بالنسبة للتطبيب عن بعد. أما بالنسبة للخدمات المنزلية، فكل مركز صحي عندنا يوفر طاقم طبي مكون من طبيب وممرض وأخصائي اجتماعي وأخصائي علاج طبيعي، يوفرون خدمات للمرضى اللي غير قادرين على أنهم يزورونا في المراكز. طبعا في سياسة معينة محددة نحن نتبعها لتوفير هذه الخدمة، وممكن للمراجعين أنهم يتواصلون معنا عبر برنامجكم ولا عبر مركز الاتصال أو عبر المراكز نفسها لطلب الخدمة. طبعا أكثر الناس اللي هم مستفيدين أو توجه لهم الخدمة هم الكبار السن، مرضى اللي هم ذوي الإعاقة، الأرامل، ممكن حسب الطلب إذا كان في أي عارض ولا أي ظرف يمنع المريض من أن يزور المركز. وحين حاليا نحن بنفتح الخدمة حق الأمهات الجدد. بتسألني ليش الأمهات الجدد؟ نحن صراحة شفنا أن في سيدات أو أمهات جدد يربن في المستشفيات وبعدين يطلعون يروحون البيت، يا أما تسكن في بيت أهلها الفترة هذه، فما يكون المنزل اللي هي ساكنة فيه هو المركز اللي هي تتبعه اللي هي تراجع فيه أصلا. وبنفس الوقت إذا كانت مسوية عملية قيصرية ما تقدر أن هي تي مع الطفل مراجعة الأولى اللي هي تكون في أول أسبوع من بعد خروجه من المستشفى. فاللي نسويه أن نحن صرنا نوفر لها ممرضة تزورها في البيت، تطمن على صحتها، على صحة الطفل، تطمن أن الرضاعة الطبيعية ماشية بالطريقة السليمة، تطمن أن الطفل خذ تطعيماته الأولية اللي هو محتاج لنا في أول أسبوعين، وتطمن على حالتها. إذا تحتاج لا سمح الله تحويل للمستشفى مرة ثانية بسبب أي مرض ثاني أو أو مضاعفات تروح، وإذا ما تحتاج يبقى كل أمورها طيب إن شاء الله. دكتورة أنت عندك وقت ولا مشغولة؟ يعني ممكن نسولف وياك بعد الفاصل ولا ندري مطلعينك من الشغل ان شاء الله. زين عيلتمي معك، عندك لقاء مع الدكتورة ضحى لا تنسى. خلاص دكتورة مشكورة. اذا كانت معنا الدكتورة منال التريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. انا كانت عندي وايد تفاصيل اكثر ابغي اتكلم عنها، لكن هي يعني سحبت نفسها بدبلوماسية. لا أنا ما أحب نفسي بدبلوماسية، أنا حاضرة موجودة بس ما أخذ دور غيري. صحيح. لا نحن شو ما نسوي دكتور، إن شاء الله في يوم متى ما بغيت إن شاء الله تتواصل معي ونحن في الخدمة. جزاك الله خير، وأنتو حقيقة قطاع متعاون جدا، فشكرا جزيلا لك دكتورة. نحن أنا آسف عيسى طولت على الفاصل، خلني أطلع فاصل وبعد الفاصل ما أرجع مثل ما قال دكتورة منال، ما نتكلم مع الدكتورة ضحى. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ومثل ما وعدناكم قبل الفاصل معانا على عبر الهاتف الدكتورة ضحى أحمد العوضي، استشاري طب الأسرة ومدير مكتب الجودة والتميز بقطاع الرعاية الصحية الأولية. حياك الله معانا دكتورة. الله يحييك أستاذ محمود، شخبارك؟ الله يسلمك. الحمد لله. استكمل معاك الحوار اللي بديناه مع الدكتورة منال المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية. الآن الدكتورة منال تحدثت عن تجربة الجي سي آي وكيف حصلتوا عليها وشو التحديات اللي كانت موجودة، لكن أنا معاك الدكتورة أبغي أتكلم عن تطوير الخدمات وهدف اللي تسعون لتحقيقه وهو رضا المتعاملين وإسعادهم. يا ترى كيف يعني تقومون من خلال مكتب الجودة والتميز بهذا القطاع في تطوير الخدمات بشكل يساهم في إسعاد المتعاملين؟ بداية أتوجه بالشكر الجزيل لمستضيفين البرنامج الصراحة ولهيئة الصحة بدبي معالي حميد القطامي السعادة دكتورة منال تريم لتبنيهم فكرة الاعتماد الدولي، وذلك امتثال للجدة الوطنية ورئيس الإمارات 2021، وثقة أيضا بالخدمات المطورة اللي نقدمها في الهيئة. نحن في مكتب الجودة والتميز نسعى لعكس صورة لما نقدمه من خدمات متميزة في القطاع، فما نقوم به هو امتثال وتكملة لما يقوم به كافة أو لما تقوم به كافة الجهود أو لما يقوم به كافة الموظفين في القطاع. هي جهود جماعية، نعمل ونسعى لتطوير الخدمات المقدمة لدينا، فإذا توقفنا لن نكون في المركز رقم واحد، لذلك نسعى دوما للحفاظ على هذا المركز، وهذا جاء الحمد لله بتحقيقنا للمركز الأول على مستوى العالم كأكبر شبكة معتمدة من قبل اللجنة الوطنية جي سي آي إي. هذا يعتبر بحد ذاته طبعا تحدي كبير بأن نحقق 10 مراكز اعتماد 10 مراكز في دفعة واحدة، لأن رسوب أي مركز يعتبر رسوب للشبكة كاملة، فكان هذا تحدي كبير لا يقوى عليه الكثيرين، والكثير من الهيئات الصحية تنأى عن القيام بهذه الخطوة، لكن إيمانا منا بجهود المقدمة لدينا في القطاع من قبل العاملين لدينا وثقة بكفاءات العالية الموجودة عندنا، فالحمد لله قبلنا بهذا التحدي وسعينا له وطورنا على أساسه الخدمات اللي موجودة عندنا. الحمد لله في فترة قياسية تعتبر 8 شهور قدرنا نحقق الاعتماد الدولي وطورنا كثير من الأنظمة الموجودة عندنا في القطاع. بداية طبعاً وامتثالاً للمعايير الدولية اللي موجودة في الجي سي آي إي. طبعا حطينا نظام متكامل وفق خطة عمل واضحة كانت فيها جهود جماعية جبارة من قبل 1600 موظف موجودين عندنا في القطاع. الحمد لله يحبون دولة الإمارات حب جم، فهذا اللي خلاهم يسعون لتطوير ما نقدمه، واعتقد هذا ملموس في كل خدماتنا لأن في إقبال شديد من قبل المتعاملين في إمارة دبي وخارجها على الخدمات المقدمة لدينا. طيب هذا الإقبال دكتورة، هذا الإقبال الشديد، هذا يشكل يعني تحدي ثاني قدامكم على أساس أن الواحد ممكن يكون في ضغط على الخدمات هذه أو في بطء في تقديم الخدمة بشكل أو بآخر. أبغى أسأل دكتورة كيف تعاملتوا مع هذه التحديات، وأيضا بعد الجي سي آي شو عندكم؟ وين رايحين؟ فضلي. نحن دائما نطلع للمستقبل، تسلم على هالأسئلة. طبعا التحديات عند القيام بأي مشروع هناك تحديات، وهذا ما يضيف لذة للموضوع ممكن نقول، لأن من غير التحديات ما بنحس بالإنجاز الكبير اللي حققناه. واحدة من التحديات مثل ما تفضلت هو الإقبال الكبير على من قبل المتعاملين على الهيئة، يعني ما شاء الله الموظفين كان وقتهم ينقسم ما بين تطوير الخدمات وفي نفس الوقت تقديم الخدمة الفضلة. طبعا في كان يعني الحمد لله يعني كان قبول من عندهم ان يتمون حتى بعد ساعات الدوام
عشان نقدر نطور الخدمات. فهذا الحمد لله كان جانب جدا جميل من عندهم، كانوا هم متحفزين وواثقين في الخدمات اللي نقدمها، وفي ما شاء الله يعني نوع من الرضا الداخلي لدى لدى العاملين انهم يبون يعكسون النظرة. نعم دكتورة. نعم. انا يعجبني نبرة الحماس هذه اللي اسمعها واحس فيها حقيقة من قبلكم لما تتحدثون عن هذا الانجاز ولما تتحدثون عن الخدمات. الان اسمحي لي بس باخذ ابو حمد معايا كمداخلة إذا تسمحي لي. مرحبا أبو حمد. صباحكم الله بالخير. بالنور والسرور. تفضل يا سيدي. طال عمرك طبعا الجماعة مو مقصرين الله يعطيهم الصحة، بس في نقطة يعني أتمنى يعني من وزارة الصحة وهيئة الصحة توفيرها على الأدوية، أو إنها كمان تنشئ قانون. اليوم الأدوية سلمك الله دكتور أنت تشوف الروشتة الموجودة طويلة غير واضحة، يعني بلغة مثلا خلينا نقول لغة الطب الشخص العادي صعب انه يفهمها. طبعا في موانع استخدام، يعني مفروض انه يعني في اشي اربع او خمس ثلاث اشياء تكون واضحة في الروشتة للشخص العادي. اول شيء موانع الاستعمال، لو واحد مثلا لا سمح الله عنده الكلى او الكبد او كذا تكون واضحة بورقة مرفقة او على العلبة نفسها او الصيدلي او ساعات ان الطبيب ما عنده وقت والمريض ما يوضح حالته للطبيب ويوصف له دواء قد لا يناسبه، لكن هذه مثلا غير مو يعني يعني اتمنى ان تكون ورقه صغيره يعني في واضح. نعم يعني موانع الاستعمال، طريقه استعمال، الاثار الجانبيه بحيث انها تكون موجوده. الاستبيان كذلك السهل البسيط على الشخص. احنا نقول الجماعه مو مقصرين، لكن قد يكون مقترح من شخص مقترح يطور بشكل أو بآخر. واضح أبو حمد. نعم بس لكن أنا شو اللي أتمنى في المقترحات الموجودة إن ساعات متداخلة دكتور، يعني أنا أتمنى المقترح يكون بسيط ويعني ويكون قطاعات بحيث إن الشخص العادي ممكن يعبي. يعني مثلا دكتور ما يعني إني أنا مثلا عندي مقترح على لنفرض على الاستقبال، يكون هذا في بند موجود احسن الملاحظات او زي. مثلا اعطيك طريقه اسهل ابو حمد. تفضل. اتصل على 80342 80342 قول لهم بالمكالمه. جزاك الله خير. نعم اي اتصل بهم على طول هذه. وايضا كذلك حتى عن طريق السوشيال ميديا ممكن نحن نستقبل كل الملاحظات ويتم تحويلها. عموما ابو حمد انا بس عشان الوقت اذا تسمح لي. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. دكتوره كان ابو حمد يعني سؤاله واضح ان هنالك يعني كاقتراح وكملاحظه ان احيانا انا ما ادري على حسب كلام يقول الطبيب يكون مستعير او المريض ما يوضح حالته، فيحتاج ان الروشتة اللي تنكتب بشكل واضح زين، يعني مو بخط مال دكاتره هذا اللي ما يفهم غير الصيدلي زين، وايضا الدواء اللي بياخذه يعني اذا كان في بعض الموانع عليه يكون تكون المساله واضحه. ما ادري يعني بعد الاعتماد الدولي اعتقد هذه المسائل المفروض انه ماخذينها في الاعتبار. نعم ماخذينها في الاعتبار مثل ما تفضلت، ويعني ممكن انا اجاوب على هالسؤال من ناحيتين الصراحه. طبعا. من ناحيه اندماجنا مع المجتمع، ومن ناحيه ثانيه هو شو وظيفتنا كمقدمين للخدمه الطبيه. مثل ما تفضلت يعني الجي سي اي يحسن كذا خدمه، يعني تحسين الخط او مثلا جوده قراءه الكلام اللي يكتبه الطبيب او غيره من مقدمين خدمة، هي واحدة من الأشياء اللي ندقق عليها كنا أخذنا الاعتماد الدولي. الشيء الثاني اللي هو تثقيف المرضى عن الأدوية اللي هو بياخذها من ناحية الموانع السلبيات، الأضرار اللي ممكن يتعرض لها، فهاي الأمور ممكن يستوضحها المريض أو نحن نقوم بتثقيفهم من قبل الطبيب. يتم التثقيف عن طريق الطبيب أو عن طريق الصيدلي وقت صرف الدواء. صحيح. هاي يعني الفريق عندنا متكامل، يعني لو الدكتور ما أسعفاه الوقت أو أنه كان متوقع أن الدواء قديم عند المريض ويأخذه باستمرار فيمكن ما عنده أسئلة يعني متكررة عليها، فهو يمكن سهى أنه يذكر لو ويذكره بالسلبيات اللي موجودة بخصوص أدوية معينة. يعني واضح. فهذا يكون موجود. الشيء الثاني اندماجنا مع المجتمع. نحن الحمد لله كنا طب أسرة،
وبتوزعين في إمارة دبي من خلال المراكز الصحية. ما شاء الله عندنا 13 مركز صحي بتوزعين في الإمارة، فنحن قريبين من المجتمع. الأكسسبيتي وسهولة الوصول عندنا وايد وايد يعني الحمد لله ممتازة، وعندنا خدمات الزيارة المنزلية. نحن نسوي بعد باستمرار حملات التوعوية، يعني نوعيهم بمخاطر بعض بعض الأدوية، نحن نسوي قسم للتثقيف للمجتمع. نعم. تثقيف المجتمع. دكتورة، في مسج يقول تحياتي لك، سؤالي لماذا لا توجد أكثر من دكتور عيون في مركز ند الحمر؟ عندما تأخذ دكتور العيون وهي الوحيدة في المركز إجازة يتم تأخير الموعد إلى شهر، نتمنى حل هذه المشكلة وشكرا على مجهودكم. هذا محمد أبو بدر، هذه ملاحظة عنده. نعم، هاي ملاحظة بناخذها بعين الاعتبار إن شاء الله. نحن طبعا نسعى دوم أن نزيد الطاقة الاستيعابية لدينا يعني في المراكز الصحية. واحدة من الأمور اللي ممكن نشتغل عليها دائما هي زيادة العاملين يعني في الموضوع. طبعا هذا إن شاء الله بنسعى بنشوف ندرسه طبعا وفقا لدراسة بنقوم فيها، وعلى أساس إن شاء الله إذا كان الاقتراح مجدي ممكن نطبقه بإذن الله تعالى. والله شاهد يعني مو بالكلام فوياكم دكتورة، نحن دائما ما نحول ملاحظات واقتراحات وأيضا شكاوى بعض المتعاملين إلى قطاعكم، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها يعني بشكل سريع. عموما دكتورة أنا طولت عليك. دكتورة ضحى أحمد العوض، استشاري طب الأسرة. أنت سألتني عن مستقبلا، اسمح لي. أنا أوكي زين، إذا أنا ما مطول عليك زين. بس هو أخيرا لأن أنت سألتني عن موضوع مستقبلا. مستقبلا طبعا نحن نسعى أن نخدم بلادنا ودولتنا الحبيبة الحمد لله، فالتطوير بيتم مستمر إن شاء الله. يعني شو حضري الجديد؟ نحن جديد نحضر لكم لنهاية هذه السنة أن نوسع في شبكة الاعتماد الدولي بإضافة المركز رقم 11 وهو مركز زعبيل الصحي اللي تم افتتاحه قريبا تاريخ 7 سبتمبر، والحصول على شهادات الأيزو لمعايير الجودة السلامة والصحة المهنية. الله يوفقك يا رب. بحيث هي إن شاء الله هذا قبل نهاية السنة حتى تحقق يعني الاستدامة والشفافية ثقة منا بالخدمات اللي نقدمها والعمليات المؤسسية الصحية اللي نقوم فيها. أشكرك وايد صراحة على سعة صدرك وعلى استقبالك على صراحة التواصل معنا. بالعكس أنتم اللي شكرا على هذا التواصل. دكتورة ضحى أحمد العوض، استشاري طب الأسرة ومدير مكتب الجودة والتميز بقطاع الرعاية الصحية الأولية، كانت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك يا دكتورة. طيب نحن عيسى في عندنا وقت ناخذ مداخلة المستمعة ولا؟ طيب إذا 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 في وقت يا ليت ناخذه، إذا ما في وقت هي منو أم حمد اسمها؟ زين. طيب أنا أقرأ هذا المسج لأن يعني ما أبغي أعلق عليه ولكن بوصله للمعنيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا موجه لي أبو عمر لكن بما أنه يتحدث عن مستشفى دبي فأنا بقرأه لأن يعني وقت البرنامج. أنا ما أبغي أشتكي ولا تقرأ الرسالة بس بقول لك شيء، من سنتين أمي الله يحفظها تعبت وديناها مستشفى دبي وما سووا له اهتمام، وبعدين الدكتورة زقرت أختي وقالت لها أنتوا ليش متعبين عماركم، أمك كم يوم وبتموت. فقلت لها أنت رب العالمين، الأعمار بيد الله، شو رايك في هذا الكلام للعلم بس. أم سهاد أنا بتصل فيك زين بعد البرنامج، باخذ كل التفاصيل اللي أنت ذكرتيها، باخذ اسم الدكتور اليوم والتاريخ والأشياء اللي أنت ذكرتيها في هذا البرنامج. أنا اسمحي لي قريت الرسالة لأن معنا أنت قلتي لي لا تقرأ الرسالة، لكن أنا قريتها لأن ما يعني هذه مسألة ما تتبع لأخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر، هي تختلف من مجتمع إلى آخر. فعشان شي أتمنى تعطيني الوقت والتاريخ والأسماء وكل شيء، الواحد ممكن أنه يتخذ الإجراءات المناسبة إذا كانت أو إذا كان الكلام اللي ذكرتيه بالفعل صحيح، فبيتم في أخذ تحقيق من خلاله. وتأكدي أن الهيئة دائما ما تسعى إلى اعتماد الشفافية في التعامل مع الجميع، وهذا البرنامج مثل ما ذكرنا هو برنامج لكم مستمعينا، نحن نستقبل فيه كل الآراء وكل الأشياء اللي ممكن أنتوا تطرحونها. وطبعا
المشكلة وين؟ المشكلة أنا من أوصل إلى نهاية البرنامج أشوف عيسى ما شاء الله يديه ما تنزل، يأشر يمين يسار وخلص. فعشان تي سامحونا نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، كل الشكر لمخرجنا عيسى سبيل، وفي التنسيق كان معنا فيصل بن فارس، وأيضا المستمعين اللي ما أخذناهم على الهواء إن شاء الله باكر بيكونون معانا، منحاول ناخذهم على الهواء معانا باكر. فكل الشكر لكم، تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف، ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.